وتسألني ما الحب أقول قماش خضراء كهذه ممتد جمهور الأهلي الحقيقة هذا المكان لرياض محرز بأهدافه التسعة من غياب لاعب بقيمة جميلة خطيرة في هذا المكان لازالت الله الله هي الأولى في الكلاسيكو وقت نصراوي طبعا مع بعد المسكريم جاءوا ولدينا كرة من ضربة ركنية عبد الجواد وبعد ذلك بحسين عبد الغني لكن الجزائري الخطير رياض محرز هذه انطلاقة في هذا المكان الآن تذهب وتعود لفريق نادي الأهلي رياض هذا مجرسي هذا رياض محرز وهذه كرة تلعب للآن مباراة السادسة ضد فريق السابق الله حلوة 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 يسجل هدفه رقم 13 في هذه المباراة يقابل رونالدو في مواجهة هذه المرة في الملاعب السعودية كرة ورياض محرز النصر بلا فوز في مباراتين متتاليتين بينما الأهلي فقط عند خسارة واحدة في آخر 12 مباراة ولذلك قلت منذ البداية بأن الأهلي بالفعل في صحوة رياض محرز عينك على المدرب اللي يتفاعل مع المباراة يتصطد في الكرة الماضية تعود الآن لرياض محرز الجزائري الكرة الماضية لا زالت الآن للخطير للجزائري بالفعل محرز وهذه لعبة العرات يتحدث مع رياض محرز محرز نصر في مشكلة دفاعية أو منظومة دفاعية لأن النصر ضربة ركنية للأمام عالي الله يسجل إي نعم للأمام ولا زالت لكريستيانو في هذا المكان الله الله بعد ذلك ربما هنا سلامات 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 الكثير من العمق احتسب ماذا؟ احتسب تسلل الظهير التماس اليوم بعد ذلك الى لاعب ما شاهدناه بصوره كبيره في مباراه الليله رياض محرز الجزائري رقم 43 في دوري شليم للاعب خطير رياض محرز ان تصرف صح راح تكون خطيره مرور ولكن لا زالت للنادي الاهلي العرضيه الله 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 فيرمينيو يظهر في احلى توقيت للاهلاويه فيرمينيو ويسجل راح يلغي الهدف الدون في المن وصلت الى رياض محرز يملك يعطي كل ذي حق حقه ضربة جزاء هنا الاشتراك بين يتقدم الدون يسدد الله الله لا تترك قرر ضرب جزاء لفريق نادي النصر والنصر يسجلها والدون الان وبالتالي نعم في مباراة الليلة هذا محرز هذا الاستلام المعتاد من جانب رياض كرة جميلة تبعت وتعود يقولون مرور والعرضية الله الله مناسب ابعدها على التنفيذ ياتي بكرة عالية والنصر في الدقائق الماضية لكن العكس هو المثابت سميحان كرة جميلة هذا رياض هذه كرة هذا العمار هذه كرة الله الله سهلة أودلاتيك من المدرب ما هو إلا مروض للاعبين كرة عالية خطيرة لازم أوقات المباراة كرة تعود محرز ممكن يسدد لكن بصورة إيجابية لرياض محرز لكنه يعود للخلف وبعد ذلك